مساكم الله بالخير يا جماعة، يا للطيور، هل هذا يرضي الله؟ شوفوا. السلام عليكم، الله يسعد مساكم ويبارك فيكم. يعني المواضيع اللي مثل هذه ودنا ننبه اخواننا عشان ما يدخلون بالمحظور، والخوف انا عليهم صراحه، مو تشويه للصقار، احنا كلنا يعني ماشيين بالهوايه هذه، يعني عسى الله يوفقنا ويا جميع مسلم ولا يفتنا وان يهدينا ويهدي جميع مسلم وان لا يبتلى بهذا البلاء. يعني ان يموت القلب عند الانسان ويقوم ما يعرف لا حلال ولا حرام اي شيء، بس اهم شيء شهوه نفسي ترى تدخل بالامر اللي ذكرناه قبل على سافة النورس وعلى البواش اللي يقطبون هنا على كذا. يعني قلوب ميتة، قلوب لابد ان تحيا، يعني ان لم تحيا تفعل ما تشاء، وهالقلب لابد ان يتغذى بالطاعات حتى يحيا، لأن القلب سبحان الله وحمده كثر الذنوب، نسأل الله أن يعفو عنا وعن جميع المسلم ولا يبتلينا هذا البلاء. يعني احنا ما نزكي نفسنا ونحط نفسنا ان احنا ملائكة، كل بلادهم خطأ إلا ما عصم رب العالمين ووفق. الأمر هذا لربما يدخلك النار يا صاحب هذه الفكرة، انك تغطي عيون الحمام وتطيرها وتطيرك يلحق لها شوي ويطلع خليها تولي طيارة، ترى طيارة ولكن مو تكثر عليها نفسك. أنا تكلمت من الموضوع هذا، يعني أبى طمع الطير أهد له ملاتيف، والله وبالله وتالله وما نلزم حتى حلف، ولكن نبي نقنع الناس اللي تفعل الفعل هذا. أخذنا طيور بوجه، طير ما يلحق اللوتة من توفة لا ارتفعت يطرح، ولله الفضل منه أدي حسنًا يلحقه، مو كلام ولا نبي يعني نوريكم ان احنا صقاقين، لا لا لا، مشينا بموافقة رب العالمين وفضل الله ولله الفضل منه. يعني قاعد امشي انا بالحمام التدريجي، لا تيبت والله الحمد لله فضل منه ولا شيء، ولا انا مزوم، انا يعني اتيب على اساس هل عندي يمكن ما الحقها وتروح علي وتضرب ذمتي، ترى كارثه، مي سهل الامر هذا، مو سهل. فلا بد ان نتقي رب العالمين فيما خلق حتى يبارك لنا بحلالنا، يبارك لنا بالطيور اللي عندنا هذه. ترى الطير تبي الله يبارك لك فيه، لازم تتقي رب العالمين بالحيوانات هذه عامه، تتقي الله فيما بينك وبينه. فلا بد اذا تبي توفيق من رب العالمين ان تحسب حساب للشيء وتعرف ان فيه حلال وحرام قبل ان تخطو الخطوه. شوف الوضع، هل هذا فيه علي ذنبنا؟ لأن ربما هذا ما أظن أن أحد يفكر فيها إلا إن شاء الله وتوفيق من رب العالمين، لربما دعيت الطير وخلصت وأنا راجع يصل علي حادث لا قدر الله وأموت يومي، ما في كلام، كلنا بأجل مسمى، ما في أحد يتقدم ولا يتأخر، كلنا لنا أجل مسمى، نسأل الله حسن خاتم لنا وجميع المسلم. يعني وجاء هذا يوم بعد، شو تقول رب العالمين، وضايع على الحمامة وعلى وجهها وماتت وهي يعني وضعها جوع عطش، هل هذا يروح الشكل؟ لا وبالله، كل أمر يعني حاصل له حسيب رقيب سبحانه، كل أمر يصير لك في شيء مسجل عليك تلقاه أمامك يوم القيامة. فاحسنوا فيما آتي لكم حتى لا تقعون بهذا الأمر الذي ممكن يدخلك النار وتحسف، ما في حسف، خلاص خلصت. ترى قبر يعني نسأل الله أن يحسن خاتمه جميع المسلم، وهو كل هذا الطريق ماشي مؤمنين، أن كل مؤمن له يوم وأجل مسمى. أسأل الله يحفظنا وياكم جميع المسلم، يحسن خاتمتنا ولا يبتلي هذا البلاء، يهدي جميع المسلم يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.